وياه ترجيع الظهر وراء باستمرار عكس الموضوع اللي تكلمت عنه أمس. يعني الشخص يركب العصام يوم يركب يعني يخلص بالذات أثناء الهذب أو أثناء الخاب يبالغ في ترجيع الظهر وراء باستمرار زي ما قلنا، مو بوضع مؤقت مثلا أثناء النزل من النزول من عقم أو أثناء النزول من الحاجز عقب ما قفز العصام من الحاجز متوجه للأسفل خلينا نقول نازل ترجع ظهرك وراء، هذا مواكبة أو وضع مؤقت طبيعي، أو مثلا صار خثع أو طاح على وجهه ممكن ترجع ظهرك عشان تثبت نفسك، هذا استثناء. أتكلم عن شخص من يوم يهذب لين يخلص هذب كيلوين 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو ظهر وراء يبالغ في ترجيع ظهره وراء، سواء يرجع ظهره وراء وضم رجوله أو حتى يرجع ظهره وراء بزيادة وماد رجوله قدام. تفسيرها ببساطة ثقل رقبة الحصان فمتشعبط بفم الحصان مثلا ولا أقل، معناته صار رقبته ثقيلة لأنه مدرب غلط، فالشخص عشان يرد الحصان يستعمل قوته ما تكفي فيقوم يرجع ظهره وراء عشان يستعمل القوة الزيادة، وسيفشل مع الوقت يقوم الحصان يستمر يقاوم يغربك. فترجيع الظهر الزايد باستمرار دلالة على ثقل رقبة الحصان، وسبب ثقل رقبة الحصان سوء التدريب من قبل الراكب وليس الحصان نفسه. نعم الخيل تختلف، في خيل أخف من خيل، في خيل أثقل من خيل، لكن بشكل عام الحصان الثقيل اللي يستغل الثقل عليك مدرب غلط. أي حصان تركبه صح يخف على الأقل مقارنة بنفسه، حتى لو كانت غيره من الخيل أخف منه مقارنة بنفسه يخف. فالسبب ببساطة أن الحصان رقبته ثقيلة بسبب سوء الركوب مما أدى إلى استعمال الراكب للقوة فما كفت فرجع ظهره وراء باستمرار. الحصان اللي يركب راعي من يوم يهذب لين يخلص ومرجع ظهره وراء أخذ قاعدة حصان رقبته ثقيلة، لو قاومت الحصان أو ركبته حاولت توقف أو ترجع وراء بتلاقي الحصان يقاوم بشكل واضح، فهو خطأ كبير جدا إذا فعلته باستمرار. ما تكلم عن الاستثناء، تكلم عن شخص زي ما قلت يركب الحصان من يوم يركب لين ينزل ومرجع ظهره زيد عن اللزوم، رقبة الحصان معناتها ثقيلة يقاوم. نقطة أخيرة موضوع الألم، لما ترجع ظهرك ورا بذات بسرج أو حتى بدون سرج أنت حاط وزنك على الجزء الخلفي من ظهر الحصان، هذا يضره، أول شيء يربكه، ثاني شيء ممكن يعور العمود الفقري. لما تحط وزنك على مؤخر خلينا نقول ظهر الحصان أو آخر ظهر الحصان باستمرار ممكن يضر الحصان، فحتى فيزيائيا ونفسيا مزعج للحصان وليس دليل فقط على ثقل رقبته.